متابعي قناة باستارت، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. سيليا زوجة محمد بن شنات، وبعد ظهورها في أحدث إطلالة لها في حفل عيد المرأة، ردت على منتقديها بعد أن رقصت رفقة الممثلة مروة بوشوشة على أنغام الشابة الزهونية. أنا ما قدرتش نوض اليوم، لافاتاي راحت من البارح، وحالة قلبت الدنيا كشتوني، قلبت الدنيا باش طيح بلا ما عرفت كاع عيبك حتى نشوف لي فيديو توايدوك. قلت او انا درت هكا مي والله العظيم فاتت تري بيان، فاتت تري تري بيان، وكامل ضحكنا وشطحنا وفول. الوغ اللي راح يفوتوا منا وكانوا معايا البارح هذيك ماشي انا هذيك نو ماشي انا، سمحوا لي غالب سي بلو فور كو موا. جابوا زهوانية، شكون ما يقدرش يشطح على زهوانية؟ امبوسيبل، بس تقعد في بلاستيك. المهم فوتناها تخي بيان البارح. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، شاركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارت.